محلى قدك. نعرفوا في الشتاء القوارص والاورانج وتومسون ما يتقطعوش من ديارنا، ما اني ما نحبش الخساره، لين الخساره نحب ديما نعطيكم طرق صحيه وطبيعيه. قلت اليوم كان نستثمر قشور البرتقال اللي الاغلبيه منا نطيشوهم للعنايه ببشرتنا او الماسك. لا ما نطيشوهمش الحقيقه، فما شكون يشيحهم باش يفوح بهم الكاتون على بالكاتو. اغلب القشور معناها فما قليل يفوحوا بهم ويشيحوهم ويفرحوا بهم، فما برشا قاعد يطيش. صحيح ولا ايه؟ قداش باش تقعد تشيح يا ولد؟ برشا مادام يفهم انفع. علاش انت اول والله فكرتني فاز برسمك لحظه برك هكا مره قبل ما انا الزبيب وانا عنب نشيحوه يعني مره جتي شدت ونقول لك علق الكام فماش 10 كيلو عنب تشيح فيه باش تعمل العوله نتاع الزبيب، نوخر ونقدم ونعطيه للدجاج. واه شعر لبد في قفص الدجاج. يا حنين. اول ماسك بقشور البرتقال هو بقشور البرتقال والعسل والقارص، ماسكي غادي البشره ويجدد الخلايا فيها. خلط زوز مغرفات كبار من قشور البرتقال المرحيه، زوز مغارف كبار من العسل، وشويه قطرات من القارص باش تتحصل على خليط متجانس. تبليكي الماسك هذايا مده 20 دقيقه ومن بعد اغسل وجهك مليح. الماسك الثاني هو ماسك قشور البرتقال والزبده، خلط مغرفه كبيره من البرتقال المرحي مع زوز مغارف زبده وخلطهم مليح. زبده ناتشورال زبده ولا مارغرين؟ لا زبده عاديه، تنجم تستعمل حتى المارغرين، علاش لا؟ وتبليكيهم على البشره نتاعك مده 20 دقيقه. اخر ماسك هو ماسك قشور البرتقال مع العسل والكركم، الكركم اللي كنا حكينا عليه البارح. فوالا خلطه تعاونك باش تتخلص من سموريه البشره ومن حروق الشمس. خلط مغرفة كبيرة من قشور البرتقال المرحية وزيدهم شوية صغيرة كركم ومغرفة عسل، خلطهم مليح وتبليكيهم على الوجه والرقبة وتفكروني بعد النتيجة. محلى قدك.